حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين يقول إن تجار وملاك عقارات يواجهون حملات نهب منظم لأموالهم. ومن صحيفة العرب الجديد، اليمنيون يخوضون معركة استعادة الوجبة الثالثة. ومن أخبارنا المنوعة، بدء محاكمة أب احتجز أبنائه بمزرعة لمدة 9 أعوام. أهلا بكم. هل دفعت الضريبة؟ إذا كنت لم تدفع فعليك أن تدفع، وإذا كنت قد دفعت فعليك أيضا أن تدفع، ولن يعجز الجباة عن إيجاد تسمية جديدة لما يجب أن تدفع. بحسب موقع المصدر أونلاين، استحدثت ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها مصطلح استيفاء الضريبة لتنشيط حملة النهب التي تطال التجار وأصحاب المحلات والعقارات. ففي محافظة إب تفرض جماعة الحوثيين ضرائب دخل باهظة على التجار والعقارات تصل إلى 300% في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد. تأتي هذه الخطوة بعد 5 سنوات من ابتزاز الحوثيين للتجار والمحلات كإيتاوات نقدية، فكل عام تفرض الجماعة إيتاوات مالية كبيرة في مناسبات عدة وتحت مسميات مختلفة. تتنامى حالة السخط في أوساط اليمنيين جراء ممارسات النهب المنظم من قبل المسلحين الحوثيين، والتي طالت ممتلكات الناس ومصادر رزقهم وفرضت عليهم كلفة المشاركة في الحرب من أموالهم الخاصة. ومن صحيفة الصحوانات عنوان: المعلمون في تعز يعلقون إضرابهم الجزئي بعد صرف مرتبات ديسمبر، حيث علقت نقابات تعز فعالياتها الاحتجاجية بعد صرف مرتبات التربويين لشهر ديسمبر. وأعلن مجلس تنسيق النقابات متين عن استمراره في متابعة صرف مرتبات التربويين لبقية المديريات واستمرار المطالبة ببقية مرتبات المؤسسات المركزية التي لم تصرف منذ العام الماضي. وأكد المجلس استمراره أيضا في المطالب الحقوقية المشروعة من علاوات وتسويات وبدلات وكان المرتبات السابقة لجميع موظفي تعز والتي لم تصرف منذ عامي 2016-2017. وكان معلمو تعز وموظفو المؤسسات المركزية قد نفذوا إضرابا جزئيا عن العمل بسبب تأخر صرف مرتباتهم، وذلك بعد أن رفعوا الشارات الحمراء طيلة الأسبوع الماضي. الصحفي عادل الأحمدي كتب في صحيفة العرب الجديد مقالا عن تبعية الحوثيين وقال فيه: منذ خروجهم إلى العلن صيف عام 2004 ظل الحوثيون يتمتعون بقدر مضطرد من الحصافة الخطابية ساعدتهم على التنقل بين التحالفات والتناقضات بسلاسة ويسر، وجعلتهم يواجهون المنافسة تلو الآخر مستفيدين من خلافات الخصوم وجهل العديد من اليمنيين بحقيقة الغاية التي يسعون إليها. لكن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية مطلع الشهر الحالي أفقدهم إلى حد ما جزءاً كبيراً من هذه الحصافة، على الأقل في الجانب الإعلامي، إذ امتدت سرادقات عزائهم عليه إلى اليوم، حتى أن لوحات الإعلانية امتلأت في العاصمة صنعاء بصور سليماني وعبارات الوعد والوعيد لمن اغتاله بطريقة فاقت التوقعات. كما أن زعيم الجماعة أعلن الانضمام إلى ما يسمى محور المقاومة الذي تقوده طهران، مؤكداً بذلك اتهامات عدة ظلت تلاحق جماعته منذ ظهورها المسلح منتصف العقد الماضي وحتى اليوم، والمتعلقة بتبعيتها لإيران، تلك الاتهامات التي أنكرها الحوثيون في غير مناسبة. والحديث هنا عن فقدان الحصافة في هذا الخطاب الذي رفعته الجماعة منذ مقتل سليماني يأتي من كون إيران لا تتمتع بصورة حسنة في العقل الشعبي لدى أغلب اليمنيين الذين عرفوا بالاصطفاف مع عدو إيران الأول الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وعلى الرغم من أن الجماعة كانت إيرانية الملامح منذ انطلاقها، إلا أنها كانت تتحاشى التبني الواضح والصريح لسياسة محور طهران في المنطقة، لكنها اليوم باتت تمارس ذلك بكل وضوح، وباتت أي عملية عسكرية يقوم بها الحوثيون تفسر بأنها تندرج في معرض الانتقام لمقتل سليماني الذي أوكلت إليه طهران التعامل مع أذرعها في المنطقة، وآخرها مقتلة مأرب السبت الماضي،
التي راح ضحيتها نحو 100 من منتسبي جيش الشرعية. إلى موقع المشاهد والذي تحدث عن العنف ضد المرأة. فبعد زواج اليمنية ريهام محسن من رجل يمني مغترب سافرت معه حيث يعيش، صدمت فور وصولها من المعاملة غير الإنسانية من قبله في مكان لا يتواجد فيه أقاربها. تقول ريهام للمشاهد: طبعه سيء، كان يضربني ويعنفني حتى وصل الأمر إلى قطع تواصلي مع أهلي نهائيا. وبعد 15 عاما من العيش في جحيم الزوجية تعرفت على أسرة يمنية في بلد الاغتراب وباحت لها أو لهم بقصتها وما تعانيه من عنف من زوجها، فعملت تلك الأسرة على مساعدتها بالهرب وإعادتها إلى اليمن. يضيف الموقع: العنف الذي عانت منه ريهام تواجهه سيدات يمنيات كثر، وفق الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، مؤكدا أن اليمن يحتل المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي للسنة 13 على التوالي، إذ ظلت النساء يعانين من عدم المساواة في النوع الاجتماعي المترسخ بشدة في مجتمع موغل في النزعة الذكورية وذي أدوار صارمة بين الجنسين. منظمة العفو الدولية قالت أيضا في تقريرها إن اليمن من أسوأ البلدان في العالم للنساء. عن إيران وتناقضات أدوارها مع مصالح العرب، كتب عامر حمزاوي مقالا نشره في صحيفة القدس العربي، جاء فيه: لا مصلحة للمواطنين العرب في التورط في صراع الهويات القاتلة في الشرق الأوسط، الصراع السني الشيعي الذي تدفع باتجاهه السياسات الإيرانية، وعلى صناع القرار في بلاد العرب أن يدركوا التناقض الواضح بين مصالح شعوبنا وبين اختزال الصراعات المجتمعية والإقليمية إلى مكونات مذهبية. ينبغي عدم الخلط بين رفض الكثير من السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط وبين فرض وضعية الشك الدائم في المواطنين الشيعة في بلاد العرب وإطلاق اتهامات مسبقة وظالمة باتجاههم. لإيران أدوار إقليمية تتناقض مع مصالح الشعوب العربية، إن في لبنان حيث تدعم وجود حزب الله كدولة فوق الدولة، أو في سوريا حيث تتورط مع الدكتاتور الحاكم في مقتلة بشعة ضحاياها مئات الآلاف من الشهداء وملايين اللاجئين والمهجرين والنازحين، أو في العراق حيث تسيطر القوى الطائفية المتحالفة مع طهران على مفاصل الدولة، أو في اليمن حيث تساند تمويلاً وتسليحاً الحوثيين المشاركين في الحرب الدموية الدائرة اليوم. غير أن إيران ليست بمفردها في الاطلاع بأدوار كثيرة تتناقض مع مصالح الشعوب العربية، فلبنان دوماً كان ساحة لتوظيف المال الخليجي لاكتساب ولاء قوى طائفية غير حزب الله، والحرب الدائرة اليوم في اليمن هي حرب تشنها السعودية وحلفاؤها تحت ذريعة مواجهة امتداد النفوذ الإيراني ورأس حربته المتمثلة في جماعة الحوثيين، بينما حصيلتها المؤلمة هي آلاف القتلى وتدمير البنى الأساسية لبلد فقير. بل إن إقرار تناقض الأدوار الإيرانية في الشرق الأوسط مع مصالح الشعوب العربية لا يلغي أبداً التناقضات الأخرى المرتبطة باحتلال إسرائيل واستيطانها للأراضي الفلسطينية وحصارها العدواني على غزة، الحرب السعودية على اليمن التي يتم تبريرها في نفس سياق كبح جماح النفوذ الإيراني تبدو شديدة العبثية ويتعين إنهاؤها وفوراً. ينبغي على العرب الابتعاد عن طرف اختزال علاقتهم بإيران في مكونات صراعية فقط، الأفضل لنا ولهم هو البحث عن حلول تفاوضية وتوافقات حقيقية. يبذل الخمسيني عبد الحميد الفقيه بحسب صحيفة العربي الجديد جهدا شاقا منذ نزوحه من مدينة الحديدة إلى صنعاء قبل نحو عامين لتوفير أدنى متطلبات الحياة المعيشية، إذ يعيل أسرة مكونة من 7 أفراد، بينما اضطر بعض أبنائه إلى ترك مدارسهم لمساعدة والدهم في توفير لقمة العيش. لا حلم للفقيه الذي اضطر للعمل في ورشة ميكانيكية بعد نزوحه سوى توفير طعام أسرته، إذ بالكاد يعيشون على وجبتين في اليوم لأن ما يحصلون عليه يغطي إيجار السكن الباهظ الذي يأخذ نصف الدخل والنصف الآخر بالكاد يفي بعض الاحتياجات الغذائية الضرورية. ولا يختلف الحال كثيرا لدى جمال الوافي الموظف في وزارة الزراعة والري
الذي أدى توقف راتبه منذ سبتمبر 2016 إلى تراكم الأزمات المعيشية التي يواجهها. هذا حال ملايين اليمنيين في العام الجديد 2020، إذ أصبح كل همهم استعادة وجبتهم الثالثة التي فقدوها بسبب الحرب بين الحوثيين والحكومة الشرعية وتوقف المرتبات. يقول الكاتب هاشم ناير المجالي في صحيفة الدستور الأردني إن التلوث النفسي فساد، ويضيف: إن الفساد في نمط التفكير وفي السلوك وفي التعبير السلبي وسيطرة وهيمنة النفس الأمارة بالسوء والأنانية واللامسؤولة لا يعتبر فساد نابع من النفس، والذي يقودنا إلى مفهوم وسياسة جلد الذات في ثقافتنا وسياستنا القيمية بوصفها الشعور السلبي المتنامي، ليخلق مناخ الإحباط الذي يخيم على مناخ التغيير والإصلاح، وليبرز عناوين الفشل بدل عناوين النجاح. فهناك من الشخصيات من يهرب إلى داخله لعجزه عن تقديم ما هو مفيد لمجتمعه ووطنه، ولا يدرك مواطن قوته بل يعزز مواطن ضعفه وعجزه، ويتقوقع وينحسر داخل بوتقة فقدان الأمل بالإنجاز. إن نقد الذات لهؤلاء هو الركن الركين الذي يسد الطريق على الهزيمة النفسية دون حجج أو تسميات براقة. إننا مع النقد التنظيمي لأن التنظيم هو جسد السياسة في الممارسة وانعكاس مباشر بين النظرية والممارسة، بدلاً من صناعة الأجندات لتحقيق المنافع والمكاسب ومحاكاة الغرائز وشراء الذمم. ومن أجل تحقيق نهضتنا الوطنية على كافة الصعد وأن نتحرر من الفوضى التي يخلقها بعض الأشخاص جزافاً لخلق فكر مكبل للعديد من الشباب بدل الإبداع في مفاهيمنا وأفكارنا لتحقيق العطاء والنماء، فلا يمكن أن يتلوث الإنسان نفسياً إن لم يكن العقل ملوثاً بترهات مشوهة، الأمر الذي يولد لديه مشاعر سلبية مصحوبة بحالات انفعالية تلحق الضرر بالآخرين. من الصحيفة الفرنسية لو فيغارو والتي ترجمت خصيصاً لقناة بلقيس، نطالع مقالات بأن القلق في الصين يتصاعد بسبب انتشار الفيروس الجديد الفتاك. تضيف الصحيفة أن الفيروس الذي ظهر في ووهان قتل شخصاً رابعاً وانتشر إلى عدة مدن صينية أخرى. لقد ثبت انتقاله من إنسان لآخر. شبح وباء الالتهاب الرئوي يلوح في الأفق في الصين، فخلال عطلة نهاية الأسبوع تجاوز العامل المعدي الغامض لعائلة الفيروس التاجي الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان بوسط البلاد عتبة جغرافية وإحصائية. وفقا للبيانات الصادرة عن السلطات، تم اكتشاف أكثر من 136 مريضا جديدا، ونقل أكثر من 170 شخصا إلى المستشفى، بينهم 9 في حالة خطيرة. السلطات الصحية في المدينة دعت السكان إلى توخي الحذر، حتى الرئيس شي جين بينغ خرج من صمته ودعا إلى السيطرة الفعالة على وباء الالتهاب الرئوي، وهو ما يتناقض مع التصريحات المطمئنة التي أدلت بها السلطات الأسبوع الماضي، والتي كانت قد قللت من حجم الوباء الذي نشأ في سوق المأكولات البحرية والحيوانية في المدينة. صحيفة القدس العربي تقول إن قضية أسرة كانت محتجبة عن الأنظار داخل مزرعة في هولندا تعرض أمام قاض بعد نحو 3 أشهر من العثور على الأب وأبنائه 6، ويتهم الأب وهو رجل هولندي 67 عاما يدعى غريت جان فاندي باحتجاز أبنائه 6 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، ولم يتضح بعد الدافع من وراء احتجازهم. الأبناء الذين لم يتم تسجيلهم مطلقا لدى السلطات المحلية احتجزوا داخل المزرعة لمدة 9 أعوام، وتردد أن الأب وأربع بنات وابنين يعيشون منذ عام 2010 في غرفة مغلقة في المزرعة في بلدة روين رولد، وتم العثور على الأسرة بعد أن ظهر الابن الأكبر في حانة وطلب المساعدة. من صحيفة الجارديان البريطانية وصورها المتنوعة ستكون جولتنا المصورة اليوم، نتابع.
رسوم الكاريكاتير فن يقدم خبرا ويحكي قصصا ليوصل المعنى للمتابع بطريقة مختصرة. نتابع أيضا. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.